بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، طلبة قسم علم النفس بالذات طلبة المرحلة الثالثة، محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور عباس حسن، أستاذ مادة الشخصية. سنتناول اليوم جزء من نظرية التحليل النفسي لفرويد، وهي نظرية طويلة لكننا سوف نركز على موضوع مهم من هذه النظرية على أمل أن نكمل تسلسل النظرية وما تتضمنه لاحقاً في محاضرات قادمة إن شاء الله. سنتكلم اليوم عن مكونات الشخصية على أفق نظرية فرويد. صنف فرويد إنه مكونات الشخصية إلى ثلاث مكونات رئيسة. المكون الأول أطلق عليه الهو، أو باللغة الإنجليزية نصطلح مفهوم إت، ويشير ذلك إلى أن هذا المكون يحتوي جميع الغرائز الإنسانية الموجودة، سواء هذه الغرائز البيولوجية زائد الحاجات الثانوية أو الحاجات النفسية التي تنشأ خلال عملية التنشئة وما يرتبط بها، وبالذات ما يرتبط في المراحل الخمس سنوات الأولى، كون أنه شخصية أو نظرية فرويد تؤكد أنه أغلب دوافعنا هي نتاج السنوات الخمس الأولى. يشير فرويد إلى أن هذا المكون يتضمن جميع الغرائز والدوافع والحاجات، سواء كانت المقبولة اجتماعيا وغير المقبولة اجتماعيا، التي يقبلها الفرد والتي يرفضها الفرد على أفق منظومة القيم. ولكن المعروف أنه الحاجة تخلق حالة توتر، وهذه حالة التوتر تدفع بالإنسان وتخلق لديه دافعا للخروج من هذه حالة التوتر والمرور وصولا إلى مرحلة اللذة. إذن هذا المكون هو مكون فعال، وهو أول المكونات أو الأبعاد الشخصية الذي ينشأ. يعمل كما يشير فرويد إنه هذا المبدأ يعمل على وفق مبدأ اللذة، وهو لا يلتزم بالمعايير ولا يلتزم بالقوانين، فهو كالطفل الصغير اللحوح اللجوج لإشباع حاجاته، سواء كان هذه الحاجات مقبولة زمانيا أو مكانيا أو موضوعيا. يقابل هذا المكون على الطرف الآخر مكونا آخر كما يفترض فرويد ذلك، هو الأنا الأعلى. وتسمية الأعلى إشارة إلى الجانب المثالي في الشخصية، ويتكون هذا المكون على وفق نظرية فرويد خلال السنوات الخمس الأولى وينضج بالذات في السنة الخامسة، إذ في هذه المرحلة يفترض فرويد أنه تنشأ عند الذكور ما يطلق عليه عقدة أوديب، وهذه العقدة لكي يخرج منها الفرد يضطر أو يجد أسلوبا تكيفيا يقوم على أساس تبني لشخصية الأب وقيم الأب ومفاهيم الأب، وبالتالي فإنه سوف يتبنى المنظومة الاجتماعية للوالدين. وعلى العكس من ذلك يحدث عند الإناث ما يطلق عليه عقدة أليكترا، وهي أيضا نتاج للصراعات الجنسية التي تنشأ عند الفتاة في هذا السن الذي هو خمس سنوات، فتلجأ كأسلوب دفاعي لا شعوري إلى تبني قيم ومفاهيم الأم، والتي هي حلقة الوصل للقيم والمفاهيم الاجتماعية بالإضافة إلى آلية التنميط الجنسي. إن هذه المفاهيم والقيم هي التي تشكل الأنا الأعلى، وهذه الأنا الأعلى بتطورها وبمحصلتها سوف تتضمن كل ما هو حرام وما هو عيب وما هو غير مقبول اجتماعيا بما يستقيه الفرد أو هذا الطفل من أسرته، سواء كان الأم أو كانت الأب. ويعمل هذا المبدأ أو هذا المكون على وفق المبدأ المثالي، إذ إنه يضع قوانينا صارما دون الاهتمام بآلية أو أسباب كسر هذه القوانين أو الأعراض، ويمتلك سلطة العقوبة متى ما خالف أو خرج الفرد على تلك المعايير من خلال الشعار الفرد بالذنب والندم، وهو عقوبة قاسية. لذلك يتجنب الفرد الأفعال التي تشعره بالألم أو التي تشعره بالذنب، لذلك يكون هذا لديه سلطة قوية. بين هذين المكونين مكون الهو ومكون الأنا الأعلى يقع مكونا ثالثا هو الأنا، وهو مكون يفترض فرويد أنه يعمل على أساس الواقع،
وهو ما يشير إليه بأنا بشخصيتي الواقعية بشخصيتي الظاهرة. وظيفة هذا المكون أن يلبي رغبات وحاجات الهو دون أن تتعارض مع قيم ومثل الأنا الأعلى. لذلك يكون الأنا حالة صراع مستمرة بين هاتين المكونين الهو والأنا الأعلى، ونتاج هذا الصراع هو الرغبة الملحة والمستمرة للهو بما يتضمنه من حاجات والرغبة في إشباعها دون اهتمام للمكان أو الزمان أو القيم الأخلاقية أو المعايير الدينية والاجتماعية، في حين إن الأنا الأعلى يضع معايرا أخرى تنافي هذه الحاجات وترفض إشباعها متى ما كانت مخالفة للنظم والقوانين والقواعد الاجتماعية. وهنا يكون الأنا أو مكون الأنا حالة الصراع بين الاثنين. في الشخصية السوية يتمكن الأنا بما يمتلكه من قوة من إشباع حاجات الهوى دون المساس بقيم ومعايير المتضمنة في مكون الأنا الأعلى، وذلك من خلال عملية التأجيل. قد يؤجل بعض الحاجات إلى وقت آخر، وقد عندما تكون الحاجات غير مقبولة تماما على وفق معايير الأنا الأعلى فإنه سوف يرفضها تماما، لكن أمام هذا الرفض ستكون هناك حالة الإلحاح المستمرة الموجودة من قبل الأنا. ويعمل هذا المكون على أساس مبدأ الواقع على عكس المبدأين السابقين، إذ يعمل الأنا الأعلى على أساس المبدأ المثالي فهو يريد كل شيء كما يجب أن يكون مثاليا، والهو يبدأ على مبدأ اللذة من خلال خفض التوتر، وما دام هناك حاجات هناك حالة توتر مستمرة. أما الأنا فإنه يعمل على أساس مبدأ الواقع، والمقصود بالمبدأ الواقع هو القدرة على إشباع حاجات الأنا ضمن الواقع المتاح الخارجي. إذن هو يتعامل مع الواقع الخارجي، فإذا كانت الحاجة مقبولة في زمان معين يستطيع إشباعها، وإذا كانت غير مقبولة في زمان معين أو ظرف اجتماعي أو غيرها من الظروف فإنه سوف يعمل إلى تأجيلها أو رفضها. وفي الشخصية السوية يكون الأنا أقوى المكونات الثلاث الموجودة، فهو قادر على التحكم بالمكونين الآخرين، وقادر على قمع الحاجات غير المقبولة في الهوى، وقادر على التعامل مع الأنا الأعلى بمقدار من الواقعية. أما في الشخصية العصابية أو شخصية غير السوية فإن الأنا لا يكون بالقوة المرجوة منه لكي يسيطر على هذين البعدين، وبالتالي فإنه سوف يكون حالة صراع مستدامة. وهذه حالة الصراع المستمرة الناتج عن هذا الصراع بين هاتين المكونين سيظهر في سلوك الفرد وفي تصرفات الفرد وفي عمل الفرد، وبالتالي نلاحظ حالة الاضطراب في شخصية الفرد وحالة عدم السواء. ويشير فرويد أيضا إلى أنه من عوامل الصراع أو من عوامل المرض النفسي عندما يكون هناك حالة تضخم في المكون الهو أو مكون الأنا الأعلى، ففي حالات كثيرة يكون الأنا الأعلى متضخما جدا من خلال وضع قوانين صارمة جدا بحيث أنه تكون معيقة للفرد، فيعاني الفرد حالة قلق دائم بسبب المعايير التي وضعها عليه الأنا الأعلى. وأيضا في الطرف الآخر قد يكون الهو يحمل دوافع قوية جدا، ولا أقصد هنا فقط بالدوافع الغريزية والتي ركز عليها فرويد من خلال دافعي الجنس والعدوان بوصفهما غريزتان، بل أيضا دوافع نفسية ناتجة عن حالة الكبت التي تنتج في السنوات الخمس الأولى ضمن مراحل النمو التي أطلق عليها مراحل النمو النفسي الجنسي. وبالتالي كلما كان هذان المكونان بقوة أكبر كلما كانت حالة الصراع أشد، ويظهر ذلك واضحا في حالات القلق والاضطراب والشك والتشاؤم والخوف، والتي هي نتاج ما نطلق عليه حالة التضخم في الأنا الأعلى. إن هذه المكونات الثلاث للشخصية هي أساس حالة السواء واللاسواء. متى ما كانت هذه المكونات نامية بشكل مقبول وبشكل سليم كانت لدينا شخصية إنسان سوي
عموما على وفق فرويد، لأن فرويد يفترض أن العصاب جميعنا محكومون به، ولكن بمقادير معينة نستطيع أن نطلق على هذا الفرد يتمتع بمستوى مقبول من السواء. ومتى ما كانت هذه المكونات الثلاث مضطربة أو فيها حالة نمو مفرط في أحد جوانبها أو حالة ضعف في الأنا التي هي مسؤولة عن حالة إشباع حاجات الهو وعن عدم كسر ضوابط وقوانين الأنا الأعلى، كان الإنسان سويا. أما إذا كانت ضعيفة نتج عنه أنه تحولت حالة الصراع على الأنا، والتي هي الصورة والأسلوب والشكل الذي نظهر به أمام الآخرين، وبالتالي فإن عوامل الاضطراب سوف تكون ظاهرة للعيان وليست فقط مكبوتة كما لو كان الحال أنه في الأنا الأعلى موجود أو في الهوى. هذه المكونات الثلاثة هي أساس في تفسير كيفية حدوث السلوك وتفسير الإبداع وتفسير العصاب وتفسير كل الجوانب الشخصية الأخرى سواء كانت سوية وغير سوية. نتمنى في محاضرة أخرى أن نسلط الأضواء على كيفية نشأة الهوى من خلال تناول مراحل النمو النفسي التي هي 5 مراحل، سوف نتناولها في محاضرة أخرى إن شاء الله. تمنياتي لكم بأن تكونوا قد استفدتم من المعلومات والمحاضرة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.